فبحب السيما أسماء أفلام حفظناها وأسماء أفلام تانية أول مرة نسمع عنها. موضوعنا هو من اسم فيلم هنتعرف على نجم، ونجمتنا النهاردة النجمة الجميلة اللي مستناها من رمضان رمضان اللي بتنور الدنيا وبتنور شاشات التلفزيون. بنحبك كتير 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 نجمتنا جميلة يسرى. ميرسي يا حبيبتي، أنا اللي بحبكم قوي، وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم يا رب على الجميع بإذن الله. بنعيد عليكي طبعا، وسعداء أنك موجودة معانا النهاردة على نجوم أف أم. وحبدأ معاكي باسكندرية نيويورك. بين الحضارة والتاريخ من ناحية التطور والتقدم، ومن ناحية تانية بتلاقي نفسك فين؟ في التقدم والتطور ولا في التاريخ؟ المفروض ألاقي نفسي في الاتنين صراحة. يعني التاريخ بيديكي ماضي قوي ويخليك أنك أنت تبقي عارفة قيمته عشان تقدري تعملي تاريخ تاني في اللي هو في التقدم. بتحبي التكنولوجيا بقى والتطور والسوشيال ميديا والحاجات دي؟ بكرهها التكنولوجيا. عارفه ليه؟ انت لو يعني التكنولوجيا دي اتعملت عشان تقربي من الناس. النهارده العيله متفرقه عشان التكنولوجيا. انت شوفي اي عيله قاعدين هتلاقيهم كلهم ماسكين الموبايلات او الايبادز او مش عارفه ايه، وقاعدين على الكلام ده. انا شايفه ان ده يعني اختراع كان مهم جدا جدا في حياتنا، وانه تقدم غير عادي، ولكن انت ما بقيتيش تدوري على المعلومة، انت بقيتي بتتسلي وبقيتي تشوفي الخبر وما تفكريش في نوع الخبر. كل ده يعني خلاكي تلغي دماغك شوية. من فيلم امرأة واحدة لا تكفي، نجمة يسرى، امتى تكون المقولة دي صحيحة؟ ورأيك ايه في الراجل اللي عاملها شعار لحياته؟ لو عامل فعلا الشعار ده الراجل ان امرأة واحدة لا تكفي، اعتقد انه يعني 90% من الرجالة بيفكروا كده. لكن الحقيقة ان امرأة واحدة لو هي عرفت تستعمل ذكائها هتكون اكثر من امرأة، مش هتكون امرأة واحدة. وهو يعني الرجل الواحد يكفي؟ هو بقى في عندنا رجل كامل متكامل؟ لا اكيد لا، ولا ست متكاملة. بس يعني هقولك حاجة، الست عقلها بكتير اكبر بكتير من الرجل، حاجات كتير يعني مكبرة دماغها. يعني بتسامح وبتطنش وتعمل روحها مش واخده بالها، وكل ده هو علشان مسؤولية. كل ده عشان تعمل روحها يعني تعدي. بس من فيلم الكابوس، بتجيلي الكوابيس وبتتعاملي معها ازاي؟ بتفكري فيها يعني؟ بيجيلي كوابيس مرات بس بموت من الضحك، لان بلاقي جوزي بيصحيني بيقول لي اصحي عندك كابوس فتح. بتتكلم يعني انت نايمه؟ يظهر بتكلم او بعافر او بعمل كده يعني. من فيلم صرخه ندم، النجمه يسرى، بتندمي؟ بتتعاملي مع الندم ازاي؟ شوفي، الندم ما يجيش غير لو حسيتي انك انت غلطانه، ولو حسيتي انك انت غلطانه يعني ده جزء بيخليكي انك انت تندمي انك غلطتي في تقديرك لشيء او كده. اكيد كلنا بنغلط في تقديراتنا، ولكن في ندم بتضيع منك فرص غير عاديه، وفي ندم ندمتي ساعتها وخلاص. يعني ما اعتقدش ان انا الحمد لله ندمت الندم الكبير ده. هو يعني يمكن اخدت قرار كده هو مره مرتين في حياتي ما كانوش حلوين قوي. من فيلم الإنس والجن، بتخافي من العفاريت؟ حصل لك موقف معهم قبل كده؟ وبتتعاملي مع الحاجات دي ازاي والتعاويذ بقى ولا؟ اللي يخاف من العفاريت يطلع له. بصي اكيد انت بتخافي من كل حاجه ما انتش عارفه تعملي معاها ايه لو واجهتيها. فاكيد اكيد اي حد هيقابل عفريت في حياته هيخاف، لانه اقوى منك بشكل او باخر، فطبعا هتخافي. مره كنت عند عايزه تبعوف، والحقيقه قال لي ان بيتنا مسكون. انا نطيت من الشباك ساعتها. وهو عايش فيه عادي؟ عادي خالص. يعني عزت والفور ام عاشوا مع العفاريت. ايه ده بجد؟ ايوه انا ما بهزرش. فاسأليه هو بقى ايه الحكايه دي. لا مش عايزه اسالك كده. كويسه. النجمه يسرى، بحب السيما من فيلم الورده الحمراء. مين جاب لك مره ورده في مناسبه عمرك ما هتنسي الموقف ده؟ وبعدين بقى اكيد ده كل يوم. لا جالي ورد احمر كتير، والورده الحمراء ليها معاني كتيره، لكن انا ما بصدقش اللي بيجيب ورد. بتصدقي المواقف اكتر صح؟ اصل بيجيب ورد ساعتها بتبقى حاجه لطيفه قوي، لكن تكتشفي بعد الورده تلاقي في حاجه مخيفه كده. في طلب ما بصدقش اللي بيجيب ورد.